السلام عليكم. بيتك يا ابن شعبي هو بيتي وقضيتي، مستقبلنا بنبنيه احنا اذا كنا في الاماكن الصح ومع الشركاء الصح، وزي ما قالوا جدادنا لو كل واحد بنظف باب بيته بلدنا بتنظف. عشان هيك لازم نركز على دارنا، بدنا نبني مجتمعنا ونقوي شبابنا ونحصن مستقبلنا. وجودنا مربوط بقراراتنا، الكنيسة منبر، رسالتنا صوت الشارع، صوت النقب المثلث والجليل، صوت العرب الفلسطيني الأصيل اللي موجود داخل إسرائيل. وعشان هاي هي رسالتنا، لازم نصنع التغيير ويكون عنا حق التقرير، حق تقرير تاريخنا وتعليمنا، حق الحياة بأمن وأمان وتحقيق الأحلام، حق حمل الهوية اللي احنا بنكررها لأن ملح هاي الأرض. قضيتي هي بيتي وبيتي وبيتك جيران، علشان هيك نصوت ميري.